شكرا فضيلة الشيخ. هذا السائل من أبها صالح، يقول: صليت المغرب في جدة 3 ركعات كاملة، ثم أتت جماعة ثانية تصلي المغرب، وأردت السفر بعد صلاة المغرب إلى بلدي أبها، فصليت مع هذه الجماعة 2 ركعتين وسلمت، وكان في نيتي صلاة العشاء. لا يجوز لك هذا، لأن صلاة المغرب غير مقصورة، وحكمك حكم الإمام، فعليك أن تصليها 4 لا 2 خلف الإمام. نعم. عبد الهادي.